نرحب بحضراتكم من جديد. ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان، أيام العتق من النار وأجواء روحانية مختلفة في مصر، ذكر قرآن، ابتهالات، تواشيح. طبعا بكل تأكيد رمضان في مصر فعلا مختلف ومرتبط معنا دايما بابتهالات النقشبندي وأصوات مشايخنا العظماء. خلونا نعيش أجواء الأناشيد مع ضيفنا العزيز المنشد عبد الرحمن بلال اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير حبيبي. يا أهلا بيك. أهلا بيك. طبعا احنا هنتكلم عن الأناشيد بتاعة شهر رمضان، لكن خلينا نبدأ بما أنه امبارح كان يوم اليتيم، الجمعة الأولى من شهر إبريل، وأنت كنت عامل حاجة جميلة قوي اليوم اليتيم، فإيه رأيك نبدأ بيها؟ إن شاء الله. أنت مش لوحدك، كلنا معاك. أنت مش لوحدك، قلبنا وياك. أبويا هو أبوك، وأخويا هو أخوك، وأمي هي أمك. إحنا جايين عشانك، قلوبنا مشتاقة لك، وحضننا بيضمك. أنت مش لوحدك، ده مش كلام، راح والسلام، دي الحقيقة. حكون معاك سابق خطاك في كل دقيقة. احنا هنا مع بعضنا وقلوبنا شاهدة، انت وانا واقفين هنا على ارض واحدة. ابويا هو ابوك، واخويا هو اخوك، وامي هي امك. احنا جايين عشانك، قلوبنا مشتاقه لك، وحضننا بيضمك. انت مش لوحدك، كلنا معاك. سيدي يا سيدي. طيب يعني خلينا بقى نتكلم، دخلنا في اجواء رمضان والعشر الاواخر من رمضان. احنا رمضان ليه كده عندنا روحانيات ومرتبطين دايما بالتواشيح والابتهالات، فتحب تسمعنا كده ايه في البدايه النهارده؟ احنا كده دلوقتي خلاص، احنا كده ربنا يوعد كل مشتاق، احنا كده في ليله القدر وفي وضع رمضان. فدايما يعني دايما النصوص الشعريه بالنسبه لشهر رمضان، في قدوم شهر رمضان ليه نصوص شعريه، وفي وسط رمضان نصوص شعريه، ووضع رمضان بقى في العشر الاواخر بقى بيبقى ليه نصوص معينه كده. فنقول الاول نتكلم عن ليله القدر. جل. يا ليله القدر حكمه ربنا فيها، يا ليله القدر حكمه ربنا فيها. قران كريم انزلوا على المصطفى فيها، وفتح بيبان السماء للموعود بيها. يا ليلة عظيمة ومعادها في أجمل شهر، يا ليلة عظيمة ومعادها في أجمل شهر، شهر الهدى والتقى أبدا ما زيه شهر. وصفها لينا ربنا بخير من ألف شهر، ليلة في الشهر تسوى الدنيا وما فيها. يا ليلة غالية يا ليلة القدر، يا ليلة نورك مليون بدر، هداية لينا وكل خير، سلام ورحمة لحد الفجر. ليلة الهدى ليلة التنزيل، والوحي فيها مع جبريل. ليلة الهدى ليلة التنزيل، والوحي فيها مع جبريل. نزل الملائكة فيها والروح لكل أمر عظيم وجليل. ليلة الدعاء والاستغفار، ليلة المحبة والأبرار، الموعودين بالجنة تفوز وتتعتق فيها من النار. يا ليلة زينة شهر الصوم،
على عباد ما شافتش النوم، هالي لازين الشهر الصوم، على عباد ما شافتش النوم، سهرانة تعبد رب الكون وتدعي للحي القيوم. يا ليلة خير كل ما فيها وأنزل القرآن فيك، اجعلنا لأجل رسول الله من الموعودين يا كريم بيجا. يا رب غيرك ملنا حبيب، اسمع دعانا يا رب وجيب. يا رب غيرك ملنا حبيب، اسمع دعانا يا رب وجيب. يا ريت بليلة القدر نفوز ويكلنا وياها نصيب. أنا شايفك ما شاء الله يعني خلال شهر رمضان بتوحي ليالي كتير قوي في رمضان. إقبال الناس على النوع ده من الإنشاد والابتهال عامل إزاي؟ الحضور بيكون عامل إزاي؟ هم مشتاقين جدا يعني. عارف أنا أول مرة في حياتي مثلا السنة دي في رمضان ده كان عندي حفلة من الحفلات مثلا في دار الأوبرا. أنا مش قادر أقول لك يعني، أنا أول مرة أشوف المنظر ده. لدرجة هم كانوا جايبين يعني مش الكراسي بقى، كانوا جايبين شيلات كده على بالجنب كده عشان الناس تقعد عليها يعني كده. في ناس بتبقى متعطشه قوي تعرف الروحانيات نفسها بتاعت الكلام يعني. طبعا يعني اصلا انشاد بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن سيدنا النبي وبنتكلم عن الابتلاء الى الله وابتلاء الله، فتلاقي كلها الكلام كله فيه روحانيات مع الحن نفسها بتاعت الاغاني ديت او التواشيح دي فيها روحانيه كده غير الحاجات التانيه الحديثه اللي بنسمعها دلوقتي يعني. طب يعني شايف انه في دلوقتي جيل جديد كده من المنشدين والمبتهلين طالع، ولا لسه لا محتاجين يبقى في مثلا اكاديميات مثلا بتعلم نشأة اكتر، او محتاجين يبقى في اقبال بشكل اكبر؟ هو يعني هو ما شاء الله في اصوات جميله جدا يعني، صوت جميله جدا جدا يعني وطالعه كده، وفي منشدات كمان يعني. يعني انا عندي في الفرقه بتاعتي معايا منشده بتنشد معايا وعندها يعني، بس بتسمع كويس بقى. لان النهارده عشان اقول لك ان في مدرسه مفيش الكلام ده خالص، لا في معاهد ولا في مدارس الانشاد الديني يعني. انا لما جيت اتعلمت من يعني كان والدي رحمه الله عليه كان ده كان منشد، وكنت يعني بحفظ منه، وكان اقرب اثنين ليا اصدقاء ليا بس اصدقاء العمر بالنسبه لي رحمه الله عليهم كان الشيخ محمد عمران، وده كان امير المبتهلين، والشيخ ممدوح عبد الجليل. يعني حتى كل تسجيلات او فيديوهات اللي في البيت مع بعضينا، فكنت بتعلم منهم كل حاجه او احفظ كل التوشيح عرفتها منهم. انت حضرت العظمه كلها. فلا اتعلمت منهم كل حاجه، انما بعد كده يعني في ناس بنحاول نعلمها من الشباب ابتدوا يتجهوا للاغاني بس فقط، الاغاني اللي بتتقال يعني الاغاني اللي المستحدثه دلوقتي. لكن التوشيح او الابتداء الحاجات الحره اللي هو يرتجل ويظهر امكانياته فيها بقت مش موجوده قوي دلوقتي يعني. يعني نادرا دلوقتي ما حد يسمع مثلا ايه يعني حلال، ما فيش حاجه اسمها الشيخ فلان والبطاناته. كان اخر الجو ده رحمه الله عليه عم الشيخ عبد الرحيم ديودار، ده كان اللي توفى يعني. وكان قبل كده عم الشيخ الهلباوي يعني، كان يعني ايه كان المنشد والبطانه بتاعته الواد الكورالي اللي ورا منه اللي بيردد ورا منه حاجات بقى. طبعا الفرق يعني ما بين الانشاد والابتهال، ان الانشاد بيكون فيه منشد ومعاه البطانه بتاعته، اما الابتهال فهو ده بيبقى لوحده. وحتى ده الابتهال ده يعني غالبا بيبقى في المسجد داخل المسجد يعني. والمديح بقى اللي هو بانواعه بقى البحري وابل وكده زي. لكن انت مميز في الالوان كلها ما شاء الله عليك. لا الحمد لله رب العالمين. انا بحب اخد يعني ايه اتعلم من يعني مثلا ايه، يصادف ان انا مثلا تواجدت بالصدفه مره مع سوريين. وطبعا كل الوطن العربي بيقولوا التوشيح بتاعتنا احنا، هم طبعا كلهم بيقولوا كربون، بياخدوا الشخطاط باشني والشغل اللي كان عامله عم الشيخ علي محمود والشيخ ابراهيم الفران يعني دايما شغلنا بس جديد عنهم. لا هم بياخدوا الشغل اللي عندنا. واول فرقه اندونيسيه في مصر غنت انا اللي علمتهم، وجت عن طريق الصدفه. والله صدفه غير عاديه يعني. انا جالي مره واحد زاير، انا المدام عندي اندونيسيه جنسيه اندونيسيه يعني. لكن الام مصريه. فالمهم كان جالي مره قريبها وقال لي كنا في رمضان يعني، فقال لي ممكن نقرا اقرا شويه، قلت له اقرا، فكرت اجيب له المصحف يعني. فلقيته بقى بيقرا الشيخ الحصري وعبد الباسط ايه بقى كربون، هم بيعشقوا قوي الشيخ عبد الباسط. وبعدين معاه طلبه هنا لما بيدرسوا هم في البوس كده بتاع المجموعه بتاعته يعني. يعني ابتديت بقى احفظهم بقى ايه ميلاد وطه ايها المختار،
جل من انشاك الجو ده. لقيتهم بقوا كمان اصوات ايه بسم الله ما شاء الله، هم يعني في عندهم عشق للانشاء. لكن احنا عندنا كان في معاهد او ما فيش الكلام ده دلوقتي خلاص يعني. فربنا يعني احنا ينقص وجود معاهد او اماكن متخصصه بتعلم اللون ده. طيب احنا نسمع ناس ايه دلوقتي؟ اناشيد بقى ولا تواشيح؟ شوف اللي انت عايز تقوله احنا معاك. يعني مثلا هقول لك برده كلام يعتبر ايه من اللي انا بحبه، اللي هو برده يعتبر كلام حديث شويه بتاع الايام دي، من الاستاذ قمر الطاير كاتب، كان كاتبه لي يعني. تعرف الاستاذ قمر الطاير يعني من الشعراء اللي يعني عيله الطاير دي حاجه كده ليهم. نسمع حاجه. طيب يا رب مش عارف اشكرك ازاي على اللي عملته كتير ويايا، مش عارف اشكرك ازاي على اللي عملته كتير ويايا، ولا خايف من بكرة الجاي ما انت تملي يا ربي معايا، واقف جنبي في كل دقيقة وبترضيني بأي طريقة، وبتفرجها في عز الضيقة قول لي حرد ده كله ازاي انا مش عارف. عطف وستر وصحة ادتني، عطف وستر وصحة ادتني، ومغرقني يا رب في خيرك كل ذنوب، واللي مطمني اني لا يمكن اعبد غيرك، واللي تعبني وفيا مقصر، اللي تعبني وفيا مقصر، ان انا رغم ده كله مقصر، واقف جنبي كل دقيقه وبترضيني باي طريقه، وبنفرجها بعز الضيقه قول لي حرد ده كله ازاي انا مش عارف. اسالك ما اسألش غيرك يا رجاء السائلين، استجب يا ربي واقبل يا سمعني في كل حين، يا إلهي انت جاني وانت أعلم بالعباد، يا إلهي انت جاي وانت أعلم بالعباد، افتح الأبواب لعبدك واهد عبدك للرشاد. أسألك ما اسألش غيرك يا رجاء السائلين، يا كريم اكرمني عندك خد بيدي يا مغيث، يا كريم اكرمني عندك خد بيدي يا مغيث، بالدموع يا رب جيت لك من عذابك استغيث. اسألك ما اسألش غيرك يا رجاء السائلين، استجب يا رب واقبل يا سمعني في كل حين. تقبل منا جميعا. شفتها انا دي وانت ماشي وسط الناس كده وبعدين طلعت على المسرح، صح؟ كان في تفاعل كبير قوي من الناس معاك. الحمد لله. الحمد لله. طب قولي بقى طقوسك كده في العشر الاواخر من رمضان بتعمل فيها ايه؟ ده طقوس بقى وبتحب دايما يعني تردد ايه طول الوقت؟ هو طبعا اولا بالنسبه للشغل بالنسبه لي بقى اكتر نسبه الشغل اكتر بالنسبه لي في العشر الاواخر يعني. اولا انا ببقى بتجي لي حاله مش عارف يعني انا مش عارف اترجمها اقول لك اسمها ايه، بس ببقى زعلان قوي يعني، انا من جوايا ببقى حزين قوي عشان الشهر جري مش عارف. يعني يمكن كمان ده كمان السنه دي بالنسبه لي اول سنه في العمر بتاعي كله الاقيه يجري كده بالطريقه ديت يعني. والله ناس كتير قالت كده فعلا السنه دي تحديدا، قالت ان حاسين ان رمضان جري. اول مره في عمري كله يعني السن كبير في العمر كله اول مره
الاقيه يجري بالطريقه دي كده يعني بطريقه غير عاديه يعني. طب بتحب بقى ايه يعني الوقت ده تحديدا مربوط في ذهنك او ذاكرتك، بتحب تدندن فيه او بتحب تنشد فيه ايه، او ايه اكتر تواشيح او ابتهالات بتيجي اولى في التوقيت ده؟ حاضر. لا اوحش الله منك يا شهر رمضان، لا اوحش الله منك يا شهر الاحسان، لا اوحش الله منك يا شهر الغفران، لا اوحش الله منك بيوتنا فلقد اضأت بنورك الاكوان، يا عين جودي بالدموع وودعي، يا عين جودي بالدموع وودعي، شهر الصيام تشوقا وحنانا، شهر به غفر الكريم ذنوبنا، وبه المهيمن يستجيب دعانا، يا شهرنا ودعتنا عاجلا مستعجلا، يا شهرنا ودعتنا عاجلا مستعجلا، منا عليك يا أزكى الشهور السلام، يا شهرنا لا تشتكي من أفعالنا، يا شهرنا لا تشتكي من أفعالنا، واصفح فإن الصفح عادات الكرام، ولعل الكل منا يدرك بعد هذا العام عام، يا أمة خير الأنام ورسول الله الملك العليم العلام، يتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. اللهم أمين يا رب. رائعة من روائع الشيخ عمران، يا عين جودي بالدموع، رائعة. انت طبعا بحكم علاقتك بالشيخ محمد عمران، تفاصيل رمضان كانت عنده عاملة ازاي؟ لا هو الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه هو في حياته العادية يعني مثلا ايه، لو مثلا ايه عنده شغل مثلا وعنده فجر على الهوا، والله لو هتديله ألماز مش 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 فلوس ولا ذهب اشتغلش. لذلك ما تلاقيش ولا اي حاجه لعم الشيخ محمد عمران في اي تسجيلات سواء خاصه او في الاذاعه او في اي مكان، الا هو كان محافظ على نفسه في الحته دي قوي. بس هو كان في رمضان يعني ايه مثلا احنا بنشتغل في رمضان، هو لا، هو كان مثلا الاماكن اللي كان يحضرها مثلا بالنسبه لو عنده فجر هوا عنده امسيه عنده حاجه غير كده، لكن الموضوع كان يبقى مفتوح كده بالنسبه له لا. لا ما كانش بيحيي الليالي بره يعني. لا. طبعا انت ملك الارتجال صح، وانا هخليك ترتجل لنا حاجه كده بس مش دلوقتي يعني، جهز لنا حاجه، ايه رايك؟ حاجه ترتجل لي ايه؟ طيب قول لي. شوف انت عايز ترتجل ايه عن رمضان، عايز ترتجل عن رمضان اللي ربنا يفتح عليك بيه يعني. دلوقتي ولا نستنى شويه؟ لا براحتك، لا انت مش لا خلاص يبقى انت جاهز، طالما براحتك يبقى انت جاهز. يا جمع الاحباب سبحان اللي بيجمع من السنه للسنه لما يجي المعاد، يا جمع الاحباب سبحان اللي بيجمع من السنه للسنه لما يجي المعاد، يمكن تعود الليالي، يمكن تعود الليالي، ويتجمعوا البعاد
واقول لك كل سنه وانت طيب يا شاذلي في صباح الخير في نفس الميعاد. خمس حروف من نور لشهر الكرم رمضان، خمس حروف من نور لشهر الكرم رمضان. الراء رحمة لكل الناس المولى يرحمها، الميم مغفرة لكل الذنوب وهو اللي يغفرها، والضاد ضمان لكل مؤمن والجنة يدخلها، والألف أمان، الألف أمان لكل عابد من نار وعذابها، والنور نور لقلوب المسلمين، وبشرى من الرحمن للي يصوم ويصلي ويزكي في شهر الكرم رمضان. يا رب تعيده علينا وعلى المسلمين بأمان. آمين آمين يا رب. طيب يعني في يعني احنا يعني للاسف وقتنا قرب ينتهي، فاحنا مش عايزين نطيل على الساده المشاهدين ونحرمهم من صوتك يا شيخ عبد الرحمن، فتحب كمان تسمعنا ايه تاني او ايه اللي تحب تقوله تاني للساده المشاهدين؟ مش حاجه لشيخ النقشبندي كده. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. يا نور الحق يا نور الإيمان، يا نور الحق يا نور الإيمان. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الصرمدية، وأعلى مقامه فوق كل مقام. نشكرك طبعا.